هلا على الريتس اوف جروث. الريتس اوف جروث يعني معدل النمو فروم بيرث تو ادل، من عند الولاده لحديث ما يصير الانسان بالغ. هيدا عم تحكي هون، رح تحكي هون شوي عنا المحاضره. طيب يعني شو قصدي بالريت؟ يعني مثلا كم ملي متر الماندبل بيكبر بالسنه لقدام؟ هيدا مثلا اذا الماندبل لهون، هيدا الماندبل اللي كان صغير هون، قديش كبر بالسنه حتى صار هالقد كبروا الماندبل؟ وزاد الشيء باسم الماكزيلا او الكرانيوم، يعني قديش مليمتر كبيرة بالسنة، سواء كان بالساجيتال اللي يعني هو هذا ساجيتال، او بالترانسفيرس بالعرض، او بالفيرتيكال. اوكي، هذا بيسموه الريت اوف جروث، يعني معدل النمو بالسنة. عم بيقول لك ات بيرث، شوف هون حاطط لك صورة كمان، بيقول لك ات بيرث ذا هيد فورمز 1 اوفر 4 اوف ذا توتال هايت اوف ذا بادي. يعني عند الولادة هون بيكون حوالي راس الانسان، الراس تاعه حوالي 1/4 من حجم الجسم بالطول. يعني الراس 1/4 وباقي جسم 3/4. اوكي، هيدي عند الولاده. هلا بيقول لك ان ذا ادلت، لما بيصير الانسان ادلت، يعني تقريبا هلا هون على 25 مطرح ما حطتها هو، او اكيد على 18 يعني، او انه لما بيخلص نمو، يعني اذا فينا نعتبرها الادلت. الادلت في صعب تعرف، بس فيك تعرف اذا بدك انه هيدا مطرح ما خلص النمو تاعه يعني. اوكي، فانت لما بتصير ادلت يعني بصير راس الانسان حوالي 1/8 من الهايت تاعه. يعني راس الانسان 1/8 وجسمه الباقي 7/8. اوكي، فهون شو عم بيقول لك؟ therefore عيد هيك بيقول لك between birth، بين الولاده and maturity والبلوغ. شو بيقصده بالماتشوريتي؟ يعني النضوج اكثر، البيوبرتي البلوغ. يعني البيوبرتي امتى من سن، امتى بنقول الانسان صار بيوبرتي؟ لما بصير عنده القدره على الانجاب، بصير نقول عنه صار هيدا الانسان دخل بالبيوبرتي، سواء كان انثى او رجل. القدره على الانجاب هي البيوبرتي. الماتشوريتي هون قاصد شيء اكثر من البيوبرتي. البيوبرتي انها بس القدره على الانجاب، يعني لما بصير الطفل قادر يعمل برودكشن على الانسان، يعني بطل طفل صار يقدر يعمل برودكشن لسبيرم سيلز عند الاناث، وبطبيعة الحال وقت اللي بتبلش الدورة الشهرية عند الاناث، يعني هيدا اسمه البيوبرتي. طيب عم بيقول لك between birth and maturity والنضوج، يعني the body must grow faster than the head، لازم الجسم يكبر اكثر من الراس. ليش؟ حتى نشرحها هيك. انت عند الولادة كان الراس حجم الطفل 1/4، بينما عند الادلت 1/8. هلا الراس رح يضلوا عم يكبر، يعني الهد رح يضلوا عم يكبر، بس مين عم يكبر اكثر من الهد؟ باقي الجسم. يعني لما صار لل 25 او قبل ال 25، نقول لل 20 مثلا، الهد كان عم يكبر، مش وقف بالنمو الهد، لا الهد كبر، بس اللي كبر اكثر من الهد مين هو؟ البادي. جسم الانسان كبر اكثر من راسه، لان جسم الانسان كبر اكثر من راسه صار 1/8 الهد من البادي. يعني لان الجسم كبر اكثر من الراس، عيد هيك صار في عندك الهد 1/8. مش معناتها انه الهد وقف نمو او انه النمو تاعه تراجع، لا الهد ضل عم يطول، بس اللي طول اكثر منه هو البادي، لان البادي طول اكثر منه للهد، صار 1/8، يعني وصل ل 1/8 من التوتال بادي هايت. طيب بقول لك ان انفنسي جروث بروسيدز ات ريليتيفلي هاي ريت. طيب تعال اشرح هيدي الباراجراف اللي هون، رح اجيب هيدي اللي هون، هيدي الجراف اشرح علي هيدي، رح تفهمها هون بالجراف. اذا بجيب هيدي الجراف اللي هون هيدا لحطه فوق تشرحها، اعمله سكرين شوت حطه حده. قبل ما نقرا هون بس رح نحلل شويه هيدا شايفينه، هيدا الرسم البياني اللي هون، هيدا الخط اللي هون هيدا الاسود، هيدا الكرانيوم، هيدا الخط المتقطع، هيدا هو الفيز. هيدا عم بيحطط لك هون على الواي اكسس، هيدا هون على العمود ريت اوف جروث، معدل النمو. هون على الخط الافقي العمر، قديش العمر. إذا تطلع بالعمر صفر، يعني عند الولادة بيكون أكبر شيء الجروث بالكرانيوم وبالفيس، بتنيناتهم بالكرانيوم والفيس كتير كبير. إذا بتلاحظ بيرجع ببلش ينزل بالكرانيوم والفيس معدل النمو،
ايش يعني معدل النمو؟ يعني مثلا انت تنقول تعطي مثلا مثلا كان يكبر مثلا تنقول بس باول ما خلق كان معدل النمو مثلا لاول سنه يعني من السنه من وقت اللي عمره يوم لعمره سنه، تقول مثلا كان معدل النمو تاعه عم بعطي مثل 10 ملم بالسنه. طيب بالسنه الاولى رح يبطل 10 ملم لما يصير عمره سنه، لما حارجع ارمه لما يصير بعمره سنتين يعني من الصفر لاول سنه كبرت اقول 10 ملي تاعه، حتى اقول عم بعطي متر يعني تقول المندبل كبر 10 ملي من السنه الاولى للسنه الثانيه بعمره ما حيكبر 10 ملي، رح يكبر مثلا تقول 7 ملي. ليش؟ لان هيدا هون المعدل اللي عم تشوفه عم ينزل. زيت الشيء بالكرانيوم، يعني الكرانيوم من السنه صفر لواحد بيكون اعلى شيء معدل النمو، من واحد لاثنين اقل، واذا بتشوفوا هيدا حيتابع هيك معدل النمو بالانخفاض، مش انه عم بيوقف نمو بس النمو عم بيخف، معدل النمو بالفيس اللي هو هيدا وبالكرانيوم عم بيقل، اوكي؟ بيقل 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 بيقل، اوكي؟ واذا بتلاحظوا كمان شغله، دائما معدل النمو الكرانيوم اعلى من الفيس لحديت هالعمر، تقريبا هذا العمر تنقول 8 سنوات ونص تقريبا حسب هالفكر. من هون لهون بيرجع من بعد هالعمر الفيس بيصير بيكبر اكثر من الكرانيوم، اوكي؟ بعيد من الصفر لهون ل 8 ونص حسب هالدايجرام بيقول لك انه الكرانيوم معدل النمو تاعه اكبر من الفيس، اوكي؟ طيب واذا كمان بتلاحظ شغله، هيدا هون معدل النمو تاع الفيس عم بيقل عم بيقل عم بيقل عم بيقل، اخر شيء رح يوصل هون لبلاتو يرجع من بعده يطلع، رح يوصل للماكسيموم هون اذا بيوبرتال. اذا بتقارن فوق الفيس عم بيقل النمو قل 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 قل، وصل لمحل خلص مش حيقل بعده اكثر، بعدين من بعده رح يبلش يطلع بالنمو، النمو رح يطلع، هذا بسموه البيوبرتي. لما بيوصل لمرحله البلوغ بيكون اعلى شيء معدل النمو، يعني معدل النمو اعلى شيء هون، من بعد اكيد من بعد البلوغ رح يبلش يقل النمو لحديت لما بيوصل على العشرينات رح يصير صفر. هيدا بخصوص الفيس. اما بخصوص الكرانيوم، شوف الكرانيوم، الكرانيوم دائما عم بيقل معدل النمو، اذا بتلاحظ معدل النمو بيكون اكبر شيء اول ما بيخلق بالنسبه للكرانيوم، بعدين بيقل 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 حتى يوصل للصفر، يعني تقريبا اذا بتشوفه لما بيقلط العشرة بصير تقريبا ولا شيء النمو، كتير خفيف، يعني الكرانيوم الجروث تاعه كتير 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 خفيف، اكيد على 15 تقريبا لا يذكر، وعلى 20 بصير صفر يعني، اوكي؟ بعيد هيدا الفيس هون، رح بلش بالفيس، اول ما بيخلق بيكون اعلى شيء معدل النمو تاعه، ببلش يقل 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 لحديت ما يوصل لنقطة، هيدي بسموها هون بري بيوبرتال مينيموم، مش بري بيوبرال، بري بيوبرتال، هيدا اقل نقطة هيدي وصل لها هون، من بعد هالنقطة هيدي تقريبا، ايمتى عم بقول لك هيدي النقطة؟ تقريبا بتحطها هون على 7 سنين ونص إذا بدك، أو هيدي هالنقطة هي تنقول 8 سنين تنقول، هالنقطة هي اللي هون هيدي بتعيد لما بيصير الجروث أوف ذا فيس أكثر من الكريون، تقول هي على 8 ونص تقريبا عم نقدر يعني، بعيد دي بيوبرتال مينيموم، يوصل بيكون أعلى شيء عند النمو الفيس عند الولادة، بعدين بيوصل للبيوبي بيرتر منهم، بعدين ببلش يطلع منها هيدي، بيوصل للماكسيموم على مرحلة البلوغ، بعد مرحلة البلوغ أكيد بده يبلش يقل 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 لحديت ما يوصل لـ20 يصير صفر يعني، أوكي؟ بس مينلي البلوغ الكبير هو حيصير أكيد بالبيوبيرتر هون، وأكيد أول شيء هون. بالنسبة للكرانيوم لا، الكرانيوم اعلى شيء بيكون دائما اعلى من الفيس لحديت ما يوصل لهالعمر تقريبا 8 سنين ونص، بعدين بصير يصير اقل منه، لما بصير اقل منه بعدين بتحسوه دغري عم ينخفض بسرعه النمو الكرانيوم. اول شيء النمو الكرانيوم بلش اعلى من الفيس، اعلى شيء بلش ينخفض 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 ينخفض، انخفاض 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 لحديت ما يوصل للصفر. بالفيس لا، بينخفض 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 بيوصل لمحل هون ثابت، بعدين بلش يطلع 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 يطلع، بعدين بصير في انخفاض، اوكي؟ لحد ما يوصل للصفر. طيب هذا بسموه جروث كيرف، اوكي؟ طيب هلا ارجع على المحاضره، بيقول لك انفنسي، انفنسي شو بيقصد فيها هون؟ الفتره بين تقريبا
بين الصفر للسنتين، هاي بسموها الانفنسي. هلا في عالم عنده اياها فتره اطول، بس انه هيدا اللي قصده يعني. لكن انفنسي جروث يلي هو هيدا بروسيس ات ريليتيف ريت بمعدل عالي. صحيح انه مثلا اذا بتشوفه بين عم بيقل جروث مثلا لهون، بس بعده معدل عالي للجروث يعني. اذا على سنتين هون عم شوف بعد في عندي معدل جروث عالي، اوكي. صح انه عم بيقل بالعمر واحد وبالنسبة لعمر صفر وبالنسبة لعمر واحد، بس بعده المعدل عالي بالجروث يعني خلال هالسنتين. بيقول لك slowing progressively during childhood، يعني من المرحلة لا إذا بدكم من 2 ل 12 إذا بتشوفوه هون عم بيقل slowing progressively، عم بيقل تدريجيا، أوكي. عم بيقل هون كمان تدريجيا عم بيقل. أكيد هون هلا لما بعدين رح يرجع الفيس يكبر مش حيقل تدريجيا، عم بحكي هون على الكرانيوم يعني. الكرانيوم عم بيقل تدريجيا والفيس كمان بيقل تدريجيا، بس الفيس في عنده فيس بيرجع بيصعد تدريجيا يعني. عم بقول لك هون slowing progressively during childhood to reach a minimum rate in the prepubertal period. هون عم يحكي على الفيس، بيقول لك مش عم يحكي عن الكرانيوم، ما زال عم يحكي هيدا عن اللي هيدا اللي هون هيدا ما عم يحكي عن الفيس. شو بيقول لك هون؟ infancy growth process at a relatively high rate. بتشوف هون اول سنتين في عندي الجروث ريت هاي، بعدين بتعمل slowing progressive بلش تقل تدريجيا during childhood خلال فترة الطفولة to reach a minimum rate، حتى يريتش هون المينيموم ريت هيدا اللي هون in the prepubertal period، المرحلة اللي قبل البلوغ. prepubertal المرحلة اللي قبل البلوغ. بيقول لك there is an increase in the growth rate in puberty. إذا بتشوف هون من مرحلة prepubertal للpubertal النمو عم بيزيد، أوكي. And finally a marked slowing in growth rate to maturity. بعد ما يوصل للpuberty لمرحلة البلوغ بدي يبلش كمان بيقل. Finally a marked slowing، كمان هيدا marked يعني بعكس تدريجي يعني slowing عم بيكون قوي. إذا بتشوفوا هون بيفت الانتباه marked يعني and finally a marked slowing in growth rate to maturity. بصير في بيقل النمو لحديت ما يوصل للماتشوريتي اللي هو هم حاطه على 20 يعني، لما بيصير الانسان ناضج، اوكي. بيقول لك the age at which these phases of growth begin and varies between individual، يعني مطرح ما يبلش البريبيوبرتال فيز او البيوبر او لما بيوصل للبيوبرتي او لما بيوصل للماتشوريتي، هيدا بيختلف بين الانديفيدجوالز، مش كلهم ذات الايج. مثلا ممكن هيدا مثلا الايج مثلا يكون هيدا مثلا البريبيوبرتي تكون عند شخص ميل مثلا بس بالسبع سنين، ممكن تكون عند واحد بني بالثمانية او بالتسعة. ممكن مثلا بالبيوبرتال يكون مثلا عند شخص ب 12، عند شخص ب 10، وعند شخص ب 14. فهولي عم بيقول لك الايج ات ويتش ذيس فيزز اوف جروث بيجن اند اند، هيدي الفيزز اوف جروث يعني هيدي مراحل النمو العمر ما حيكون فيها بطبيعه الحال ثابت بين كل البشر. عند البشر بيكون 7، عند واحد 8، عند واحد 10، وزيت الشيء بالنسبه للبري بيوبرتي. فهون عم بيقول لك في اختلاف بالعمر يعني، اختلاف بـ 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 بالعمر من ناحية بداية ونهاية الجروث بيريد. طيب بيقول لك the two main components of the head are the cranium، أصله في هون النيورو كرانيوم and the face اللي هو الفيسرو كرانيوم يعني الوجه. بيقول لك they also differ in the relative proportions at birth and at maturity، يعني مثل ما فرجت بالفيديو السابق الفيسرو كرانيوم at birth بيكون بالنسبة للنيوروكرينيوم صغير، at maturity بيصير أكبر يعني بيصير الفيس أكبر بعدين. هون عم بيقول لك بالتناسب في فرق يعني بين الكرينيوم والفيس. بيقول لك and therefore they must grow at different rates، يعني عاد هيك لازم يكون النمو تاعهم مختلف. يعني مثلا النمو الفيسروكرينيوم اللي هيكون أكثر من النمو تاع النيوروكرينيوم. إذا بتشوف هون النمو تاع الفيسروكرانيوم اللي هيدا عم بيمثله الفيس اكيد حيكون اكتر من النمو تاع النيوروكرانيوم. النيوروكرانيوم حيقل، حيعمل هيك وحيقل وحيخلص، بينما بالفيسروكرانيوم لا، رح يزيد يعني.
بعدين بيرجع بيقل. ففي عندهم جروث ريتس مختلفه. بقول لك هون قلنا هذا التو مينكم. هلا الجروث ريت اوف ذا كرينيوم كمان لحط هيدي حتى اشرح عليها. بقول لك ذا كرينيوم نيورو كرينيوم يعني which has grown rapidly before birth يلي كبر يلي كان عم يكبر هو والوالد بالانتريوتراين بالمراحل ما قبل الولاده. كان الكرانيو عم يكبر بسرعه grown rapidly before birth continues to grow rapidly about one year after age. يعني هيدا النمو السريع اللي كان عم بيصير بالكرانيوم بالمرحله ما قبل الولاده رح يستمر ما بعد الولاده لمده سنه. يعني عم بقول لك رح يضلوا هيدا grow rapidly up to one year of age. ليش؟ accommodating the brain. يعني ان هيدا مازال لان البرين عم يكبر مفروض الكرينيوم كمان يكبر لحتى يقدر يحتوي accommodating the brain حتى يقدر يحتوي البرين. يعني which at this stage هيدا البرين بهالمرحلة is developing. هيدا البرين عم ينمليش to provide an enormous increase لحتى يزود شو حتى يقوم بتزويد ماذا an enormous increase enormous ضخم جدا يعني enormous increase in شو in physical and mental activity. بهالعمر الولد ببلش بياخد مهارات يعني اوكي مرحلة الطفولة بده يبلش ياخد يكتسب مهارات الطفل. ففي increase بالphysical and mental activity حتى الجسم يعني بلش يطول بهالفترة للطفل يعني من الواحد للسبعة. بيقول لك therefore the growth rate decreases and by about 7 years of age the cranium has reached 90% of its final volume. يعني تقريبا الكرانيوم هيدا بالسبع سنين تقريبا هون بيكون الكرانيوم تقريبا reach 90% of its final volume. يعني الكرانيوم بالعمر سبع سنين لان البرين بهالفتره كبر كثير يعني الكرانيوم صار 90% من حجمه الرئيسي بسبع سنين. يعني تنقول مثلا اذا كان حجم الكرانيوم تنقول مثلا 90 مليمتر سكوير حجم الكرانيوم على 20 سنه راح يصير 100 مليمتر سكوير. عم بحكي على الاريا المساحه تاعيته. ف 90% من الكرانيوم بتحصل عليه خلال هالسبع سنين. اوكي بقول لك therefore the growth rate decreases and by about 7 years of age the cranium has reached some 90% of its final volume. بيوصل 90% من حجمه الطبيعي بالسبع سنين الكرانيوم. Then there is a slow increase in size to maturity. مثل هون طلع بالكرانيوم بعدين ببلش يقل يعني اوكي ببلش يقل لحديت ما يوصل للماتشوريتي. Growth rate of the face ده هو عم يحكي ذا growth rate of the eyes. بقول لك الايز كمان and consequently of the eye sockets محجر العين follow a similar pattern. بيلحقوا كمان pattern بيشبه الجروث تاع البرين. بيقول لك يعني 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 بالمراحل الاولى بيكون عندهم نمو سريع بعدين كمان مثل الكرانيوم بيصير في عندهم نمو بطيء لحديت ما ينتهي اخر شيء. بيقول لك thus عاد هيك اذا انفت appears to have a small face with large eyes. عندك لما بتشوف الطفل الخلقان حديثا بتشوف عيونه كبار اوكي وعنده لارج كرانيوم اندر تروسيف نوز. شو يعني تروسيف نوز اف كومبيرد وذ ذا اذر؟ شوف هذا شو يعني تروسيف. هون هو عارضه بمحل ثاني. اذا بتشوف هيدا الطفل اللي هون حتشوف انه النوز انا رح احلم لك اياها. النوز تقريبا واللب تقريبا حط بعضهم. النوز والابر ليب عامل زوم. هيدا النوز والابر ليب بتشوفوا تقريبا حط بعضهم. يعني اللب بس بفتره يعني بمسافه قليله بعيده عن النوز. بينما هون شوف هيدا البيشنت لما كبر شوف قديش صار النوز بعيد عن اللب. هالقد بعيد شوف قديش بعيد هالقد بعيد النوز عن اللب عن الابر ليب. هالقد بعيد النوز عن الابر ليب. بينما بال عند الطفل اللب بتكون كتير قريبة من النوز. فهون عم بيقول لك النوز بيكون ريتروسيف. ليش بيكون ريتروسيف؟ لان الاي اللي هون هيدي اللي حكيك عنها اللي فوق عاملة نمو سريع بينما النوز هيدا ما عامل نمو. يعني النوز بمرحلة تانية بيكبر فيها عيداك عند الطفل بتشوف النوز
نوعا ما ريتروسيف بالنسبه عن الادلت. هون النوز مقرب اكثر، بينما هون النوز مش مقرب يعني. واكيد كمان اللبس كمان يعني ما بيكونوا بعدهم كتير فورم، بس انه النوز رح يرجع يسبق اللبس ويسبق الاي يعني. هون عم قلك thus لأما تأبير سهاب a small face with large eyes، بين انه الفيس تاعه الفيس قصده بالفيسرو كرانيوم يعني، فيسرو كرانيوم هيدا اللي قصده بالفيس with large eyes، عنده large eyes large cranium النيورو كرانيوم كبير and retrusive nose if compared with adult. اوكي هو شرحناهم شو قصة retrusive nose. هلا حيحكي على growth rate of the face. هيدا الـ growth rate of the face هون هيدا بالخط لما متقطع بيقول لك the growth rate of the face which is highest at birth بيكون أعلى شيء عند الولادة falls sharply بيسقط بشكل سريع and reaches a prepubertal minimum بيوصل لهونيك على prepubertal minimum بيوصل ل level puberty أقل شيء. بيقول لك it is earlier in females than in males يعني بال females بيعملوا they reach pre-puberty قبل الميلز يعني. هيدا اللي هون اذا حتى نقول هيدا عند الميل بيشنت هون، عند الفيميل بيشنت بيكون هون هيدا pre-puberty بفترة زمنية قبل. ليش؟ لان الاناث بيوصلوا للpuberty قبل الذكور، فالpre-puberty كمان بدها تكون عند pre-puberty minimum اكيد بشكل تلقائي بده يكون عند الاناث قبل الذكور. يعني اذا مثلا تنقول هيدا هون على 12 سنة، هيدا تنقول على الميلز البيوبرتي عند الإناث مثلا بتكون هون على 10، بيكون هيدا شكله على 10 يعني. طيب أنا هون حطيت بس عشان تفهم شوي الفكرة الفرق بين الجيرز والبويز. الجيرز مثلا بيوصل على البيوبرتي هون مثلا على 10 تقول أوكي، بعدين مثلا البويز على 12 أو 12 ونص. فالبيوبرتال فيز عند الإناث قبل البيوبرتال فيز عند الذكور. وزيت الشيء بيوبرتي مينيموم هون، البيوبرتي مينيموم مثلا هون عند الاناث، عند الذكور بيكون هون، بيكون جاي قدام البيوبرتي فيز. هون عم بقلك the growth rate of the face which is highest at birth falls sharply and reaches a prepubertal minimum level. حكينا عنها it is earlier in female than males، انه بيكون ابكر عند الفيميل than male، then it increases to a peak بيوصل لحديد pubertal maximum. هيدا بيكون بيوصل للقمة يعني declining again بيرجع بقل until growth stops in late teenage، يعني بيوصل بأواخر ال 19 late teenage يعني teenage يعني أواخر العمر اللي قبل العشرين يعني late teenage بيرجع بقل حديد قبل late teenage. بلك facial growth is normal associated with the eruption of primary dentition. بلك facial growth بيصير إجمالا لما بيصير في عندي eruption of the primary dentition between 1 and 3 and of the permanent dentition between 6 and 14. يعني لما مثل ما حكينا بديك المحاضرة لما اثنين بيعملوا eruption بيعملوا معهم بون يعني اوكي، فالفيس كمان بيكبر بهالفترة. بيقول لك when the erupting teeth لما erupting teeth and developing alveolar process add to the total size of the jaws. مثل ما حكيت هديك الفيديو عم بصير في eruption size of the jaws بيكبر. بيقول لك هون roughly the facial growth rate follows the same pattern as the rate of the body growth. يعني الفيشال جروث معدل النمو تاع الفيشال جروث بيلحق معدل النمو تاع الجسم اوكي. بيقول لك forward and downward growth of both maxilla and mandible follow this pattern. يعني لما الماكسيلا بيقرب لقدام والماندبل بيقرب لقدام الفورورد اند داونورد هذا يعني الجروث اوف ذا ماكسيلا هناخدها ارجع ناخدها اشرحها هون هيدي الفورورد اوف ذا ماكسيلا شايفين داونورد اند فورورد زي الشيء بالنسبه للماندبل الجروث تاعه داونورد اند فورورد اوكي. بما انه الجروث تاع الماكسيلا والماندبل هو داونورد اند فورورد فهذا هون بيقول لك لان في عندك فورورد داونورد جروث اوف ذا ماكسيلا اند ماندبل بيلحقوا البادي جروث اوكي. لما بيكون في عندي الفيشال جروث عنده سيم باترن
follow the same pattern at the rate of the body growth. Forward and downward growth of both maxilla and mandible follow this pattern. بيلحقوا الباترن تاعيت البادي. And the period of maximum pubertal growth of the jaws is a few months earlier than that of the body height. يعني شو معناتها؟ مثلا تقول اعلى طفره بالنمو مثلا، تنقول مثلا ولد عمره مثلا انسان عمره بين 11 و 12. على 12 تنقول من 11 ل 12 هذا الانسان طول 10 سنتيمتر او 12 سنتيمتر. بذات هالوقت كمان الجو جروث رح يكون عنده ذات النمو، مش انه بالحجم بس ذات بالنسبه. مثلا بما انه هيداك مثلا اطول شيء مثلا طويل 10 سنتي بهالير، تنقول مثلا بين 11 و 12. هون بيقول انه period of maximum pubertal growth spread of the jaws، يعني انت عم حكيت اذا بدك على الماندبل is a few months later than the, that of the body height. يعني مثلا تنقول اعلى شيء مثلا بيحصل على البادي هايت تنقول مثلا 10 سنتي، الماندبل رح يكبر اكبر نمو له بعده بكم شهر، a few months 2 ل 3 اشهر من بعد البادي هايت. يعني لما انا مش مثلا الانسان طويل طوله عجيبه مثلا شي 10 12 سنتي مثلا، بدي اعرف انه الماندبل بهالوقت رح يطول كمان اطول شيء ممكن. اوكي هذا اللي عم يقصده هون. بيقولك also the mandibular growth continued for about 2 years longer than the maxillary growth. يعني الماندبل جروث تاعه بيضلوا سنتين زياده بالنمو تاعه اكثر من المكسيلا. بيقولك and this difference in growth، هيدا الفرق بالجروث between the two jaws، هذا الفرق بالنمو between the two jaws may be important orthodontic treatment planning. اذا بتتذكروا لما اعطيت الفانكشنال ابلاينسز والهيد جير قلت لكم بنستخدم ايمتى الهيد جير والريفرس هيد جير؟ بنستخدمهم بالبري بيوبرتال جروث سبيرت. ليش؟ لان المكزيلا بيخلص النمو تاعه قبل الماندل، بينما الماندبل ايمتى بنستخدمه؟ الماندبل بنستخدمه بالبيوبرتال جروث سبيرت. ليش كمان؟ لان حيكون بالماندبل بالبيوبرتال جروث سبيرت رح يكون طفره النمو تاعت الماندبل بهالوقت. اوكي بالبيوبرتال جروث سبيرت قلنا انه الفانكشنال والاورثوبيدي بنستخدمهم بال قبل البيوبرز، قبل البيوبرتي، بينما الفانكشنال ابلاينسز لما بنستخدم فيهم مع الماندبل بنستخدمهم بالبيوبرتال جروث سبيرت.